رجعنا بميك اوفر ولكن هلا مع ميك اب ارتست جو ابو جوده. هاي جو. هاي ريتا. سبا انت كيفك؟ جود. زمان زمان. اليوم معنا ناتالي. لوك شعرها خلص فادجا خلصت لها لوك كثير حلو. شو بدك تعملها بالميك اب اليوم؟ انا صراحه انا شفت شو بدها تلبس فديت شيء كثير كاجوال وكثير كالرفول. سو رح نروح على ميك اب بيري ناتشورال. اول شيء لعمرها يعني ما نكبرها ما نخليها تعطي عمر اكثر. وشو لابسه يعني ما نمشي على شو شو رح تكون لابسه. فرح يكون اجمالا برونز. معقول نحط لون بقلب العين بس تفتح لها عينها شوي تتبين عينها بارزه اكثر. وهلا مثل ما شايفه تان تنغطي لها شوي ونوحد لها لون البشره يعني. اوكي هلا مثل ما عم نشوف البو في عندها دي روجور في بارتي معينه. مزبوط. فبالتان رح نخبي هيدا واحد لون بشرة كتير. بس برأيك هولي في التريتمنت فيها تستعمل تريتمنت معين؟ أكيد أكيد هدول بيروحوا بتريتمنت معين. ساعتها وقتها تشيلون بيصير ما بدنا مضطرين نسمك التان. صح. هو سميكة التان بتغطيها. صح. بتصير سميك. بيصير كتير سميك بيبين إنه حاطة كتير فوند التان. فإذا عملت التريتمنت خلص بيصير بنحط لها فيري لايت فاونديشن بس يوحد لون البشره. الاكل ما بياثر على هيدا الشيء؟ الاكل بياثر. انواع معينه يمكن بتساعد البشره بتعطيها اكلاء. صح. ونظافه البشره يعني كل يوم لازم يتغسل مزبوط وخاصه اذا بتحط ميك اب. ما بعتقد ناتالي بتحط كثير ميك اب على وجهها بخلال النهار بس حتى لو ما بتحط ميك اب يمكن نهار برا البوليوشن الشمس الغبره يعني اكيد قبل النوم في هيك روتين معينه لازم تتبعيها يمكن لتنظفي وجهك. ما عم تعملي هالاشياء كلها هلا قد ايه عمرك؟ انا 17. هلا هيدا كمان العمر اكيد بيطلع فيه قصص بس كثير مهم يعني واحد يعرف الاشياء اللي بتلبق له يعرف الاشياء اللي بتناسب البو تبعه. بالنهاية كل بنت بدها تبين دايما الأحلى. أكيد أكيد. هلا هي شغلتنا فيها تجي لعنا صح. بس مثل ما بتقولي بتعرفي لأنه البوك هي اللي بيبين أكثر شيء يعني فإذا ما كانت هي مرتاحة مع بشرتها مشكلة. أكيد. بس أنت ما سمكت لها كثير حسيت. لا لا لا. ناتشرال لوك عم تعمل. اكزاكتلي. داي لوك يعني. وهن منهم هالقد مش انه اي لا من مستحسن داي لوك اكيد او مش كوش كثير كبيره من لا اكيد حتى اذا لاحظها الباودر بالبراش مش بالايبونج. بحب رسمه حواجبها. ايه وليك الفيتشر صابولها حلوين يعني عيونها حلوين وش اسمها الله حلو. لكل اللي عم بيحضرونا هلا اكيد بدعيون لعبلهم يشتركوا يتصلوا فينا ويبعثوا لنا صوره لالهم. اكيد فيني اقضي نهار مع ميك اوفر بام تي في الايف. نهار غنج. نهار غنج بيعرفوا شو بيلبق لهم ويتسلوا بيقضوا نهار يتسلوا وبيعرفوا اكيد الاشياء اللي بتلبق لهم وبيعرفوا الشعر قصه الشعر قصه التيب الالوان الميك اب والالوان التيب شو الالوان القريبه لازم تكون قريبه على وجه كل ست لتعطيها دائما جلو على بشرتها. هذا الشيء كثير 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 مهم يعني اوقات كثير يمكن الست بتكون لابسه شغله بفكروها تعبانه بيجوا بيسالوك ساخنه بك شيء هي افات ما بيكون بهالشيء بس لابسه اللون اللي بتعبها. صح صح لا اكثر ولا اقل. بمجرد ما تعرفوا كل هالالوان ساعتها بتكبوا كل هالقطع اللي ما بتنسبكم من خزانتكم ودائما بتعتمدوا الاشياء اللي بتنسب لالوانكم والشيء اللي دائما بيعطي ثقه. هذا الشيء اكيد بيعطي ثقه للنفس لكل ست من بعد ما تعرف كل هالتفاصيل. بعدين بتضل اب تو ديت بكل شيء دارج يعني يمكن من الميك اب من الشعر من لازم اكيد لازم هذا الشيء كثير مهم. بتلاقي حتى الشخص الكلاسيكي في ضل يتبع كل هالتفاصيل بحياته لانه اوقات كثير تويست صغيره بتغير يعني حد قد ما يكون الشخص كلاسيكي بالستايل تبعه يمكن تعجبها شغله بترند معينه تعتمدها بشيء كثير بسيط بس الافيه تبعها بيكون كثير كبير على البراش يمكن يكون اشعار يعني 100 طريقه. صح
الالوان رح نعتمدها على بين الاوبر شو رح تكون؟ هي اجمالا برونز او بني اكثر مما هو يكون برونز، بما انه نحن يعني على صيف وهيك رح نحط لون نيلي بقلب عيني. أوكي. اول شيء بكبر العين وبعدين اتس فريش اتس سمري وبيلبق مع التياب اللي اخترناهم من بوتيك جول لوموني اللي بدي اشكرهم كثير على الجيفت كارد اللي مقدمينه لناتالي باخر هالحلقه. وهي لانه ما عندها اسباس كثير كبير فوق العين سو ما بدنا نحط كثير الوان وبدنا نخليها تضل مبينة عمرها 17 ما نكبرها يمكن تصير 17 ونص اللون كتير عاطي جلو حلو على وجهها لناتالي لون شعرها هيك بطريقة كتير ديسكريت صح. وناعمة وسموث صيفي جو قديه بتقنع الزبونة لما تجي لعندك انه هي بتعمل مكياج قوي وانت تقول لها لا قد ايه بتصير منها هالشغلة؟ بتصير على طول يو اند اب قناعتها او كيف؟ بلا بلا قد ايه صعوبة هيدا الشيء؟ اول شيء تقلك كل حدا رح ينقذ من حاله اول ثواني انه مش معود على على الموضوع بس ليتر اون بتلاقي انه مثلا بعث لي واتساب او ثانك يو لوك جريت فهي قصة الواحد شو معود اكيد لو ما بيلبق لها ما حاعملها فهي بترجع بتقتنع بعدين انه لا وحلو الست تعرف انه بيلبق لها كذا موديل كذا نوع كذا ستايل اوف ميك اب مش انه واحد و يعني وخلص ولزقنا عليه اوكي بس هلا اكثرية الناس وخاصة اليونغ صاروا عم بحبوا الميك اب السمبل ميك اب هلا الترند بنشوفها اكثر بتروح على السيمبل من ناحيه كذا شغله يعني مش بس بالميك اب بالشعر وبالثياب حتى انه بنلاقي كثير سمبلسيتي هيك يعني في ست بتعتمد شغله صغيره من الترندز الموجوده وبتخلطها بالستايل تبعها صح نحن خلص وقتنا جو بدي اقول لك ثانك يو ميرسي لكم رح نكمل اكيد مع الميك اب والمشاهدين رح يشوفوه باخر حلقتنا لليوم اما هلا رح نتوقف مع بريك من بعدها مع كلينك.